السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله، لو سمحت كان عندي سؤالين إذا سمحت لي. اسأل. لو سمحت، السؤال الأولاني يا شيخنا، هل في دعاء وعبادة معينة ممكن لو الإنسان عملها ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب له أو يحقق له الأمنية اللي نفسه فيها؟ لا قطعا لا، لكن إنما تقبل الله من المتقين. ما في عبادة نقول إن فعلناها لا بد أن يتحقق لنا مرادنا، لأن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء.